الآن. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من المستثمرين في قطاع السياحة بمدينة الغردقة، وذلك على هامش زيارته لمحافظة البحر الأحمر والتي تفقد خلالها بعض المشروعات التنموية والخدميات بها. حضر اللقاء وزراء السياحة والآثار وقطاع الأعمال العام والطيران ومحافظ البحر الأحمر والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومسؤول المحافظة. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء أنه حريص على الاستماع للمقترحات والآراء والمشكلات التي يطرحها المستثمرون في قطاع السياحة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوي للنهوض به بشكل أسرع. وقال إن دمج وزارتي السياحة والآثار كان خطوة إيجابية للغاية وله مردود مهم من أجل التنسيق بين السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية، كما أن تنفيذ مقترح المجموعة الوزارية للسياحة والآثار كان له تأثير إيجابي أيضاً. حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على متابعة الإجراءات الصحية التي يتم اتباعها مع السائحين القادمين إلى مطار الغردقة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك فور وصوله للمدينة وقبل بدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات بها التي يرافقه خلالها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة وزير الطيران المدني، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وعدد من قيادات المحافظة. وخلال تواجده بمطار الغردقة تابع رئيس الوزراء إجراءات الحجر الصحي التي تمت مع السائحين القادمين إلى المدينة على متن إحدى الطائرات، واطمأن رئيس الوزراء على توافر جميع الأجهزة الطبية اللازمة للفحص بمطار الغردقة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في حالة ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق التنفس أو سعال على أحد القادمين، كما اطمأن لتوافر السيارات ذاتية التعقيم المخصصة لنقل الحالات المشتبه بها إلى أماكن الحجر في حالة وجود مثل هذه الحالات. واستمع رئيس الوزراء لشرح عن هذه السيارات التي تختلف عن سيارات الإسعاف العادية في أن لها دورة تعقيم ذاتية. أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قطري يبلغ من العمر 36 عاماً، كان قد عاد من إيران مؤخراً، وذلك ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم أول أمس الخميس. وأكدت الوزارة أنه تم إيداع المريض في مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة، مضيفة أنها بدأت في فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة، وأنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يدل على انتشار الفيروس في البلاد. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت عن وقوع قصف متبادل بين قوات الجيش السوري وقوات الاحتلال التركية في منطقة سراقب وريفها شرق إدلب، وأضاف المرصد أن مقاتلات روسية شنت غارات جوية في محيط كفر نوران والأتارب بريف حلب الجنوبي وبلدات أخرى وقرى في ريف سراقب بإدلب، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية جراء القصف الروسي. يأتي هذا التصعيد عقب مقتل وإصابة عشرات الجنود الأتراك في غارات جوية استهدفت مواقع في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون شمال سوريا. وقعت الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية اتفاق السلام الذي يهدف إلى إنهاء النزاع المستمر منذ 18 عاماً في أفغانستان وأطول حرب خاضتها واشنطن. ووقع المبعوث الأمريكي الخاص بالمصالحة في أفغانستان زلمي خليل زاد وكبير مفاوضي طالبان المولى عبد الغني برادار الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة بعد مفاوضات استمرت لما يزيد على عام، وبتوقيع الاتفاق
قد تقترب الولايات المتحدة أخيراً من إنهاء الحرب طويلة الأمد المستمرة منذ أكثر من 18 عاماً منذ أمر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن بقصف أفغانستان رداً على هجمات 11 سبتمبر عام 2001.